بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. بالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية، أهنئكم أيها الأحباء إخوتي وأبنائي بعيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد. أهنئ جميع الكنائس القبطية ممثلة في الآباء المطارنة والآباء الأساقفة ورؤساء ورئيسات الأديرة والآباء الكهنة القمامسة والقصوص والآباء الرهبان والأمهات الراهبات والشمامسة والأراخنة والشباب وكل الأطفال وكل الشعب في كنائسنا وإبارشيتنا القبطية الأرثوذكسية. وأود أن أرسل التهنئة من أرض مصر، أرسلها إلى الكنائس المصرية القبطية والإبارشيات المتواجدة في ربوع المسكونة شرقا وغربا. نرسل التهنئة والمحبة إلى كل الآباء والإبارشيات في قارة أفريقيا، في جنوب أفريقيا وفي كينيا وفي ناميبيا وفي السودان وعدة دول أفريقية تتواجد فيها الكنائس القبطية. نرسل أيضا التحية والسلام إلى كنائسنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي المكسيك وفي البرازيل وفي بوليفيا في أمريكا اللاتينية. نرسل أيضا المحبة والتهنئة إلى مطراننا القبطي في مدينة أورشليم القدس في الكرسي الأورشليمي. ونرسل التحية والتهنئة إلى كل الآباء الأساقفة والمطارنة في قارة أوروبا في معظم الدول الأوروبية. نرسل أيضا المحبة والتهنئة في هذا العيد إلى كنائسنا في منطقة الخليج العربي والدول العربية الأسيوية وأيضا إلى بعض الدول الأسيوية مثل الفلبين وأندونيسيا وأيضا الآباء الأساقفة والكهنة في قارة أستراليا. نحيي الجميع ونقدم التهنئة لهم في هذه المناسبة، مناسبة عيد الميلاد،